دايما تسمع عن برامج المدفوعه لتحويل صيغ الملفات والحاجات دي، ودايما انت تقوم على طول مدفوع، لا بلاش مدفوع، تقوم دايما بتتجه للفورمات فاكتوري او الحاجات المجانيه الكويسه، اللي دايما نقول على الفورمات فاكتوري ان هو من افضل البرامج اللي بتستخدم في تحويل الصيغ. ولكن ايه رايك في انك تجرب حاجه مدفوعه؟ السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر ممتك. اتمنى ما تكونش خرجت من الفيديو بسبب ان انا قلت حاجه مدفوعه فتقوم خارج من الفيديو. لا، الحاجة مدفوعة النهاردة بس مجانية عندنا هي ب40 دولار، ولكن النهاردة ان شاء الله مجانية. هو برنامج لتحويل صيغ الملفات ولتحميل فيديوهات اليوتيوب، وبيقدر انه يعمل حاجة زي ايديت بسيط كده على الفيديوهات، ويقدر انه يحول لك صيغة الفيديوهات ويقلل حجم الفيديوهات، ويقدر يعمل حاجات كتيرة جدا في الفيديو. فهيفوتك كتير قوي لو ما حملتش البرنامج ده اولا. ثانيا، البرنامج ده ب40 دولار، وعندنا النهاردة سيريال مجانا 100%، وده من الشركة، يعني مش سرقه او اي حاجة، لا ده من الشركة نفسها هي اللي مديهولي عشان اقدر اعمل اعلان، فادتلي سيريال مجانا انليمتد للناس كلها. ولكن انا معرفش هو دايم لحد امتى، ولكنه انليمتد، يعني ممكن ياخد لو النهاردة فيديو ده جاب 1,000,000 مشاهدة هياخد 1,000,000 كلهم، لكن انليمتد بقى يعني ياخدوا 1,000,000، ولكن لحد امتى؟ ممكن بكرة ينتهي، ممكن بعده ينتهي، ممكن بعد اسبوع ينتهي، ممكن بعد شهر ينتهي، انا معرفش. تمام؟ فالفكرة انك تلحق تحمل البرنامج وتلحق تستخدم السيريال نمبر اللي اسفل الفيديو، عشان حتى لو مش تستخدم البرنامج استخدم الحاجات دي دلوقتي او عينهم عندك كده وحاول تحمل البرنامج وتستخدمه، بحيث ان انت ما يفوتكش حاجه ب40 دولار جايه لك على طبق من ذهب مجانا حلو. تمام؟ وزاد من مميزات البرنامج ده كويسه جدا 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 وهتفيدك، وده في فرق كبير على فكره يا شباب بين حاجه مجانيه زي فورمات فاكتوري وحاجه مدفوعه زي اتش دي فيديو كونفرتر بتاع النهارده، فهيفرق معاك جدا. خلينا نشوف على طول الحاجات اللي هنعملها في البرنامج ده. ولكن قبل ما نبدا خلينا اقول بس على حاجه، ليه شركه زي دي تكلمني وتديني سيريال مجاني حاجه ب40 دولار؟ هيدوها لي مجانا كده. على فكره الشركه دي مشهوره جدا وترتيبها في اليكسا 30,000 او اقل من كده، مش فاكر، ولكن يعني ترتيبها كويس جدا. فليه انها تعمل حاجه زي كده؟ عشان حضرتك تبص على منتجاتها الثانيه، هي عندها منتجات ثانيه مدفوعه، عايزين الناس او يعملوا اشهار لمنتج معين بحيث ان انت تخش على موقع وتبص على بقيه المنتجات. حلوه جدا على فكره فكرتهم دي، وده اللي خلاهم بس ان هم يكلموني يعني. وكمان هم ما ادونيش فلوس يعني، فول كانوا يديني فلوس والله مش عارف. المهم يعني اهم حاجه الافاده. خلينا على طول نروح نشوف البرنامج المدفوع ده ومجانا ليكم انتوا. يلا. طيب يا جدعان، دلوقتي ده الموضوع بتاع تحميل البرنامج. زي ما انتم شايفين هو صغير جدا، هنا هيبقى في الصوره وهنا هيبقى في الفيديو اللي انا بسجله حاليا، وهنا تحميل البرنامج، وهنا هتلاقي رابط جواه السيريال. تمام؟ بشكل مباشر جدا عشان هنا ما ينفعش تنقل اي حاجه، فهحط لك جوه صفحه كده هتخش عليها تلاقي السيريال في وشك على طول من غير اختيار رابط ومن غير اي حاجه، هتلاقي السيريال في وشك على طول. تمام؟ السيريال زي ما انتم شايفين هو ده، خليها بس نشيل دي. السيريال هو ده، طبعا ما هتلاقوه في الوصف، هتلاقي هنا كلمه ريجستر او ريجستريشن حاجه زي كده يعني. المهم هضغط عليها هتلاقي بيطلب منك انك تحط سيريال، هتاخد السيريال ده كوبي وتحطه بيست هنا وتضغط على ريجستر، وهتلاقيه معاك بعمل ريجستر عادي جدا، وهتلاقي الكلمه دي اتشالت، يبقى كده تمام، كده هو عمل ريجستر. لو دخلنا على الشركه نفسها اسمها فيديو كونفرتر فاكتوري، ده اسم الموقع، اما الشركه اسمها وندر فوكس. تمام؟ فخلينا نبص كده على الدنيا اللي عندها. زي ما انت شايف مش عندها برنامج واحد بس، يعني البرنامج اللي هو بتاعنا النهارده اسمه اتش دي فيديو كونفرتر برو. تمام؟ في منه نسخه فري اتش دي فيديو كونفرتر، بتديك بس كم ميزه؟ 1 2 3 4 5. اما الفيديو كونفرتر برو بيديك 1 2 3 4، وهنا عندك 6 كمان، قدامك 10 ميزات. تمام؟ وعندك بعض البرامج الثانيه برضو الفري زي ما انت شايف بتديك 4 ميزات، وهنا النسخه البرو منها بتديك برضو اكتر من ميزه، او اكتر يعني من النسخه الفري. عندك بقى الفلاكشيب بتاعهم، زي ما في الفلاكشيب للموبايلات، لا ده برنامج الفلاكشيب بتاعهم بيقدر انه يعمل لك تقريبا بنسبه 99% او بنسبه 95% من الحاجات اللي بيعملها الاربع برامج دول مع بعض. يعني الاربع برامج دول مع بعض ده ممكن يعملهم لك كلهم ما عدا حاجه واحده بس، اللي هي اللوسلس تقريبا، دي تقليل حجم الفيديو اعتقد يعني. تمام؟ فزي ما قلت لك هم كل اللي بيعملوه، وليه عملوا الاعلان ده؟ عشان ان انا اعلن لهم على البرامج الثانيه دي، ان انتوا عندكم برامج ثانيه بفلوس اعلى، والبرامج دي ان احنا ان انتوا تقدروا تعملوا بها مميزات اكتر. تمام؟ زي ما انتم شايفين المميزات دي كلها تقدر تعملوها. فلو عجبك اي حاجه طبعا حابب تشتريها، فسهل جدا الموضوع يعني، بتحمل وبعد كده بتطلب انك تاخد سيريال وبتدفع فلوس عن طريق فيزا او باي بال وخلاص.
موضوع بسيط يعني. والشركه دي موثوق فيها جدا زي ما انتم شايفين، ترتيب الشركه 29,000 على العالم، فده يخليك تثق في الشركه وانت مغمض عينك يعني. تمام، خلينا نبدا ننتقل لشرح البرنامج بقى. الموضوع بسيط جدا، اول حاجه بتقابلها في وشك هي الاد فايلز. اد فايلز دي طبعا واضحه من شكلها ان انت هنا بتزود او بتحط الفيديوهات او الحاجه اللي انت عايز تعمل لها تعديل، او عايز تزود، عايز تعلي مثلا تخليها 4K، هي فول اتش دي تخليها 4K او حاجه زي كده. مثلا الفيديو ده حجمه 111 ميجا، هنضغط عليه. تمام، الفيديو ده فول اتش دي زي ما انتم شايفين مكتوب هنا 1920x1080 يعني فول اتش دي. لو انا عايز احوله مثلا، عندك هنا اكتر من حاجه، بص بقى عندك هنا مثلا، انا هنا مثلا مختار 4K، 4K يعني كل ده يقدر يحوله لك 4K زي ما انت شايف. ده 4K و اتش دي الاثنين، فهنا زي ما انت شايف حاجات اتش دي اهي، وهنا حاجات ال 4K زي ما انت شايف. انا مثلا هنا 4K ام بي 4، 4K ام كي في، عندك هنا اتش اي في سي 4K، كل ده لو انا اخترت مثلا ام كي في زي ما انت شايف هيحولها لي ليه تقريبا 500 ميجا، من 111 ل 500 ميجا 4K. لو انا مثلا عايز ال دي هيحولها لي تقريبا برضو 500 ميجا. لو عايز احولها ل ام 4 نفس الكلام 500 ميجا. عايز اروح مثلا عند حاجه تانية خالص زي الفيديو دي، وعندك اكتر من صيغه انت ممكن تحول ليها، مثلا زي اتش 264 دي بنلاقيها في البريمير دايما عايزين نحول ليها، فده برضو فول اتش دي ولكن اعلى شويه يعني الوضوح اكتر شويه. انت عايزها كده، عايزها اتش 264 ولكن عاوز تعلي، عايز تعلي الحاجه بتاعتها او عايز تعلي الجوده ل 4K، تقدر كمان انك تعمل كده عن طريق البرنامج ده. يعني انت مثلا اخترت اي صيغه انت عايزها، تمام، يعني مثلا لو انت اخترت مثلا صيغه زي مثلا الام بي 4 دي، انت عايز تحوله ام بي 4، هل ام بي 4 يكون فول اتش دي ولا مثلا 480 ولا اتش دي ولا 4K؟ عندك زي ما انت شايف الحجم اللي هيطلع او اللي هينتج عنه هنا. تمام، هنا طبعا بعض الاعدادات وبعض الايديت وبعض الحاجات كده، لو انت حابب ان انت تعمل ايديت للبرنامج او تعمل ايديت اقصد لل الملف بتاعك او الفيديو بتاعك، لو انت حابب تعمل اي حاجه، تعمل قطع لبعض الحاجات او اي حاجه من الحاجات دي، ممكن تعملها عن طريق الحاجات دي. انا شايف ان احنا مش هنستخدمها قوي، لان طبعا الحاجات دي يعني اكتر احترافيه في الكامتازيا والبريمير والحاجات اللي شبهها، فالمميزات دي مش هنحتاجها قوي. اللي هنحتاجه هو تحويل صيغ الملفات السهله قوي دي. زاد حاجه جميله كمان هي انك ممكن انك تقدر تحمل فيديوهات، برضو كل شويه تقطع دي، انك تقدر تحمل فيديوهات من على اليوتيوب. زي ما انت شايف مثلا فيديو زي ده هتعمل له انالايز دي، يعني انه يقدر انه يطلع لك الفيديو بالجودات كلها بحيث انه يجيب لك اي جوده انت عايزها. فمثلا خلاص ما عدناش محتاجين دي، هو يعمل انالايز للفيديو اللي موجود معانا. تمام، زي ما انت شايف كده بيقول لك ان الريكومندد داونلود، يعني احسن حاجه انت ممكن تحملها بحجم مناسب وجوده مناسبه هي الاتش دي. لكن هنا عندك كل الحجام وكل حاجه اللي انت عايزها حتى موجوده هنا، انت ممكن تحملها باي حجم انت عايزه. مفيش هنا ام بي 3 للناس اللي عايزه مثلا تحمل صوت، للاسف مفيش هنا اعتقد ام بي 3. فانت ممكن هنا مثلا عندك الفول اتش دي ام بي 4، عندك الاتش دي ام بي 4، وعندك الاتش دي ويب كام، وعندك حاجات كتيره جدا يعني، عندك كمان 480، عندك كل حاجه هنا في البرنامج ده. وممكن كل تعمل ضغط على كلمه داونلود فيبدا انه يحمل معاك بالشكل ده. جميل، وهنا انت ممكن طبعا تعمل ابلود لاي حاجه بقى انت هنا مثلا، لكن ما اعتقدش ان احنا هنستخدمها يعني. لو عايز تعمل ابلود بتخش على الموقع بتاع الحاجه وتعمل ابلود، لكن هنا بيسهل لك الموضوع شويه، لكن يعني ممكن تعمل ابلود هنا على حاجات على اليوتيوب او اي حاجه. تمام، كلمه كلير دي لو انت عاوز تحذف كل حاجه انت عملتها، وبعد كده لما تخلص كل اللي انت عايزه وعايز تعمل عايز تخلص بقى خلاص وعايز تبدا الشغل بتاعك، تضغط على كلمه ران، هيبدا يحول لك الحاجه للصيغه اللي انت اخترتها وهتلاقيها في الفولدر ده. زي ما انت شايف انا حولت قبل كده البرنامج او الفيديو ده من الفول اتش دي لل 4K زي ما انتم شايفين 4K. تمام، وحجمه ما زادش قوي، حجمه 493 ميجا، هو كان 110 ميجا، فحجمه اتضاعف 4 أو 5 مرات، اعتقد 4 مرات، فده مش مهم في سبيل ال 4K يعني اعتقد يا شباب، صح؟ فده كويس جدا. فدي كانت كل حاجه بيقدمها البرنامج ده. ما تنساش تحمل البرنامج ده من التدوينة بتاعتي، هتلاقي اسفل الفيديو، وهتلاقي برضو السيريال اسفل الفيديو. الحقوا البرنامج ده يا شباب واستخدموه، او حتى حملوه، لو حتى مش هتستخدمه استخدم السيريال، لان ما اعرفش هو دايم لحد امتى، هو انليمتد للناس ولكن لحد امتى هيفضل انليمتد انا مش عارف. فاتمنى انك تستخدم السيريال ده، واتمنى انك تستخدم البرنامج ده اصلا. البرنامج ده ممتاز جدا انك شايف، وبيطلع جوده ممتازه
بيطلع جوده ممتازه. وده الفرق بينه وبين الفورمات فاكتوري والحاجات دي كلها. انت ممكن تحول من فول اتش دي ل 4K من غير ما تخسر, او من غير قصدي ما تزود الكواليتي على الاخر, بحيث ان انت ما تزودش الكواليتي, او بحيث ان الفيديو يبقى حجمه مناسب انه ينزل على يوتيوب. مش هتنزل فيديو حجمه 2 جيجا على يوتيوب يعني, تمام؟ ده بس اللي انا اقصده من الحته دي. وبس كده يا شباب, بس كده. دي كانت حلقه النهارده, اتمنى تكون عجبتكم, وان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم, والبرنامج ده ان شاء الله يكون عجبكم. قول لي رايك في البرنامج ده في الكومنتات تحت, وقول لي رايك في الحلقه في الكومنتات تحت برده. بس كده يعني, اكيد 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 انت حفظت الجمله دي. لو عجبك الفيديو ده او ما عجبكش, اعمل لايك واشترك في القناه عشان تشوفني. شير الفيديو ده عشان يفيد ناس ثانيه. حب الخير لغيرك, صح؟ حب الخير لغيرك عشان ناس كتير برده تستفيد ويوصل للناس اكتر, وانا يجي لي سبسكرايبرز اكتر, فبالتالي اقدر اوصل ل 100,000 في اقل من كام شهر, عشان خلاص السنه قربت تخلص وانا عايز اوصل ل 100,000. فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان تشوفني. وبس كده, تنسيش تعمل شير للفيديو. بس شكرا عشان شفت الفيديو ده, واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام, اعمل لايك.